ابغى اعرف القصه بالبدايه كيف انه حتى تقنعيه. في مرحله البكالوريوس بدات فكرتي عندما كنت طالبه. جاتي حتعطيك امكانيه انك تتالفي قصص. انا فعلا كنت اروح بحيث اني اتاكد من الخدمه المقدمه زي ما انا فرجيتهم في الصور. ايوه يعني ايش قدمتي استشارات؟ بان ان ابتكر لها ابتكار. هذه كيف بنقدر نضمنها؟ عفوا اختي، هو اختراعك انت للسائل وليس الجاب. لذلك هي تواصلت مع الصيدلة. من هنا بدأت فكرتي. اجين جاوبي لي على السؤال الثاني. عشان اروح للتطبيق زي هذا ما في مغريات كثيرة فيه. ايوه فكرة جيدة بس تطبيقها ما هو. كنا بنطرح الأسئلة هذه علشان نعرف ايش اللي حيقدمه مستقبلاً. احنا ما بنفكر انه بس المشروع اليوم، لا بنفكر المشروع اليوم وانه يتطور افضل وافضل في السنوات القادمة وانه يحقق نجاح ليس فقط محلي وانما نجاح عالمي بإذن الله. واقع حقيقي اليوم نحصد حصاده. اليوم نشوف شابات سعوديات حيبدون يدخلون في مجال الأعمال، ويكون احنا ساهمنا ولو مساهمة بسيطة في تحويل حلمهم إلى حقيقة. وجود مثل هذه اللقاءات تنشر الوعي وأيضاً ترشدهم للجهات المعنية الموجودة في مجتمع ريادة الأعمال اللي تمكنهم من أنهم يستفيدوا. تقييمهم وفق كريتيريا ومعايير محددة وواضحة راعينا فيها أنه كيف نقدر نختار الثلاث مشاريع الأولى، فيما أنه باقي المشاريع أيضاً ما شاء الله تبارك الله حتحصل على بعض الدعم ولو كان معنوياً لأنهم يساعدهم إن شاء الله بإذن الله بعد كده أنهم هم يكبروا هذه المشاريع.